لا يزال وباء كورونا يكشف عن أثره بين ضحاياه، حيث تبين أن نسبة من الأطفال الذين أصيبوا بعدوى كوفيد-19 كانت نتائج فحص داء السكري عندهم إيجابية حسب مختصين في المجال. كانت أطفال اللي داروا سكري وديابت دو تيب 1، سيتادير دو ديابت تاع الانسولين. يعني نرماركي بلي فهاد ملي بدات هاد الجائحة العدد تاع الأطفال اللي عندهم مرض السكري وطلع بنسبة نقولوا بنسبة كبيرة، ماشي بنسبة طفيفة هكذا اللي نقدروا سانوزاتيري لاتونسيون، دونك لي شيفر اوغمونتي دون فاسون كومام امبورطانت. حتى وإن تضاعفت نسبة داء السكري عند الأطفال، إلا أن الأطباء لم يسجلوا أي مضاعفات خطيرة لدى هذه الفئة مثل ما يحدث مع الكبار. كانوا كاينين متلازمات خطيره بصح الحمد لله ما قعد لهمش لي سكر اللي شفناهم حتى لحد الان، مازال ما على بالناش انا نقعدوا نتبعوا فيهم وقت، لحد الان ما قعد لهمش اعراض تما ولا قعد لهم دي سيكل قلق. عندنا نسبه الاطفال حنا عندنا 4.6% من الاطفال اللي شفناهم داروا حالات خطيره، دخلناهم في المستشفى، هذا بالنسبه للمصلحه تاعنا. إحصائيات المختصين في طب الأطفال توضح أن نسبة الإصابات الخطيرة لكوفيد-19 تقارب 4%، غير أن إبقاء الطفل المصاب خاضعاً للمراقبة من شأنه المساهمة في تفادي الإصابة بأي مرض آخر.